عموما في الميكروبيال كنترول في مجموعه ترمينولوجيز كده لازم الحقيقه نفرق بينها، علشان بعض الاحيان بتبقى كونفيوز مع بعض. يعني لما نيجي نتكلم على الستيريلايزيشن او الترمينولوجي دي اهم واحده الحقيقه، انت بنتكلم هنا الحقيقه على destruction or removal of all forms of microbial life، يعني بمعنى ان احنا بنشيل كل انواع الجراثيم اللي موجوده. يعني الحاجه لما تكون ستيريلايزد يبقى معنى كده بنتكلم ان هي ما فيهاش اي نوع من انواع الجراثيم نهائيا. بنتكلم على ان هي عاده بتتعمل بستيم اندر بريشر او ستيريلايزنج جاسز لايك الايثيلين اوكسايد، هنتكلم على الحاجات دي بعد شويه. في الحقيقه في انواع معينه هي اللي تقدر توصل للدرجه العاليه جدا جدا من التعقيم دي. في عندنا حاجه فيها ستيريلايزيشن برضو بس قبليها كلمه كوميرشال. كوميرشال ستيريلايزيشن مختلفه تماما. كوميرشال ستيريلايزيشن بنتكلم ان احنا في الحاله دي احنا بنتكلم على يعني سفيشنت هيت تريتمنت علشان نقتل بعض انواع الميكروبات اللي هي بتبقى موجوده مثلا في الاغذيه المعلبه. فبنتكلم ان دي يعني ايه، بنتكلم على حاجه بتستعمل في الصناعه، صناعه الاغذيه بالذات، علشان تقلل او تقضي على الميكروبات اللي هي ممكن يبقى لها خطوره في الاغذيه اللي هي محطوطه في علب يعني او كده او محفوظه. اوكي، فدي ما هياش كل حاجه بيتم ان هي تتشال، لا ده هي معموله او هي مخصصه للاكل للمأكولات او الحاجات اللي هي الحاجات المعلبه عموما، وما هياش زي الحاجه بتاعت الاستريلايزيشن. يعني الحاجه اللي معمول لها كوميرشال استريلايزيشن ما اقولش ان هي استريلايزيشن وخلاص، لا ده فيها برضو ستيل بعض انواع الميكروبات ممكن تكون موجوده. بالنسبه للديس انفكشن اقل شويه، ديستراكشن اوف نوع معين من الميكروبات بنسميه الفيجيتيتيف باثوجنز، وده عاده بيتعمل على انانيمت اوبجكتس اللي هي الحاجات اللي هي بنعمل ديس انفكشن مثلا لتول او ديس انفكشن ممكن نقول على الهاندز برضو لبعض الاحيان ممكن نعمل كده، بس عاده لما بنعمل كده بنعملها بنسميها ساعات الترمينولوجي بتاعها بيتسمى انتي سبسس. اوكي، يعني دي يعني تجاوزا ممكن ناس تقول ديس انفكشن وانتي سبسس، ممكن يعني بدل ما يقولوا انتي سبسس يقولوا ديس انفكشن، بس عامه هما الاثنين بيقتلوا نوع معين من انواع الجراثيم اللي هي منتشره وممكن هي تبقى يعني تبقى اهم انواع الجراثيم اللي ممكن احنا نقضي عليها في الحاجات اللي هي بتنتقل عن طريق الكونتاكت. فبيسكلي هنا ممكن نستعمل في نوعين بنسميهم فيزيكال وكيميكال ميثودز، والحقيقه بنتكلم على ان ممكن طبعا في الانتي سبسس بالذات طبعا صعب الفيزيكال، الفيزيكال بيبقى عاده حراره، فلو احنا بنتكلم على حاجه على يعني ابلايد على الليفنج تيشو صعب قوي ان احنا نحط عليها حراره، فدايما بتكون كيميكال. فالكيميكال مثلا زي بنتكلم على انواع مثلا زي الكحول، مثلا زي مثلا الايودين، زي مثلا الفورمالديهايد، حاجات بالشكل ده كده ممكن تستعمل في الابلكيشنز زي كده. في نوع غير كده اقل شويه اسمه دي جيرمنج. دي جيرمنج بنشيل الميكروبس فور ليميتد اريا such as skin around an injection site. يعني مثلا احنا دلوقتي لما بنيجي ناخد انجكشن، ناخد حقنه مثلا، ناخد سيرنج مثلا عايز نحطها في الجسم، في ابره بتدخل عشان تعمل انجكشن. مكان الابره بيتم تطهيره، بس تطهيره ده بيتسمى دي جيرمنج ما بيتسماش ديس انفكشن. يعني احنا لما بنجيب الالكول سواب، يعني نجيب اي مثلا ممكن نعملها بميه وصابون او ممكن نعملها بالكول سواب، بنمسح كده وبعد كده بندي الحقنه في المكان اللي احنا مسحناه. الحقيقه بنتكلم على الحاجه اللي بتحصل دي ما هياش كيميكال ديس انفكشن، ما هياش كده للاسف. هي اللي بيحصل ميكانيكالي، بنعمل ميكانيكالي ريموفنج الحاجه اللي موجوده، الميكروبات اللي موجوده دي بالحركه اللي احنا بنعملها بالسواب. فهي موستلي ميكانيكال ريموفر، يعني هي فيها جزء كيميكال ميثود، يعني بنستعمل حاجه مطهره، بس اكشولي اللي بيشيل الميكروبات هي ميكانيكال ريموفال بان احنا نحرك اللي هو الالكول سوكت سواب دي يعني على المكان بتاع الانجكشن. اخر حاجه خالص اللي هي سانيتايزيشن، بنتكلم على التريتمنت اللي هو intended to lower microbial count on eating and drinking utensils to save public health levels. يعني بتكلم دلوقتي ان احنا فرضا في المستشفيات مثلا الاطباق والكوبايات اللي بتستعمل في المأكولات الاكل بتاع المرضى دي لازم يتعمل لها sanitization، بمعنى ان احنا بنعمل لها تعريض درجه حراره عاليه، مش عاليه قوي طبعا للدرجه بتاعت الستيريلايزيشن، ونحط لها كيميكال ديس انفكتنت بحيث ان في الاخر يبقى الميكروبيال كاونت يبقى لو انف عشان ما يعملش اي يعني اي امراض للناس اللي بتستعملها يعني. فدي تبقى اقل حاجه الحقيقه. فبنتكلم على كلمه ستيريلايزيشن دي اعلى حاجه خالص اللي هي فيها كل انواع بتبقى اتشالت.
سانيتايزيشن بتبقى اقل حاجه، بيبقى مجرد بس قللنا الميكروبيال كاونت علشان نقلل الاحتماليات بتاعه انتقال الامراض من خلال اليوتنسلز والحاجات اللي بالشكل ده.